أعتقد بحمد الله يعني المواطن الكويتي اليوم يقدر هذا العقد وهو دستور 62 بين الحاكم والشعب. نعم. ويعني الذي كرس مبدأ الحكم بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ولذلك المواطن دائما يرى من خلال مشاركته أنه هو الحقيقة يمارس السلطة، سواء نعم. من خلال ترشحه لمجلس الأمة فعلا وانتخابه وبعد ذلك يكون نائبا في البرلمان يمثل الأمة، أو من خلال انتخابه من يثق فيه ويجد فيه القدرة. وأعتقد يعني سر مشاركة اليوم المواطن الكويتي اللي نراها في كل انتخابات هو قناعته بأن يعني عدم مشاركته هو تفريط في حق قد لا يتوفر لكثير بصراحة من الشعوب والمواطنين في دول أخرى، وإنما توفره للمواطن الكويتي ووصوله سواء هو للبرلمان أو من يرشحه لعضوية مجلس الأمة. هذا الحقيقة أمر يجب ألا يفرط فيه.